الذي طرحته خديجه قلناها على اعضاء حركه 20 فبراير فيما يخص ان نزول حركه 20 فبراير في الشارع والى الشارع اصبح شيئا فولكلوريا. لماذا تزول؟ اولا مع بدايه حركه 20 فبراير الان هناك 7 أشهر مضت على انطلاقه ديال المسيره النضاليه للشعب المغربي في التعبير والاحتجاج حركه 20 فبراير. ومن الاول حنا كنخرجوا الشارع وحنا كنقولوا ان المطالب ديالنا ال 20 ما يمكنش تحقق الا في الشارع والضغط الشارع والتعبئه ديال جميع الفئات ديال الشعب المغربي المتضرره مباشره، يعني الناس الفقراء، سكان احياء المهمشين، العمال، الطلبه، التلاميذ، هذا النوع ديال الناس هما المتضررين مباشره بهذا الاستبداد وهذا الاقصاء وهذا التهميش. وبالتالي هاد الناس والتعبئه ديالهم هي هنايا وحنا في الشارع، وهذا ما عمرنا ما اعتبرناه شكل فولكلوري، ولكن بامكان ان نتحرك عن طريق الغاز زعما بكل روح بين الاف الاقوات الرياضيه، ولكن حنا تنجاوبهم وتنقولوا على ان هذا هو الشكل النضالي. ربما طرحت السؤال ان نزول حركه 20 فبراير الى الشارع بهذا الشكل مده 7 أشهر، نحن الان ندخل في رحم الثمانية ولم تتم الى حد الان نيل ابسط المطالب والاستجابة لها. ربما على هذا الاساس طرحت خديجة قلنا مذيعة قناة الجزيرة هذا السؤال. انا كنظن هو ان كاين واحد المكتسب رائع اليوم في الشعب المغربي هو ان الشعب كسر هاجسه واستطاع ان يخرج للشارع ويعبر عن جميع المطالب. بالعكس ولينا كنشوفوا ان الجرأة في الشعارات وفي المطالب ديال الناس ماشي فقط التعبير ديال حركة 20 فبراير، ولكن كاين مجموعة ديال الاشكال والبؤر الاحتجاج ديال اخرى اللي الان كتعبأ داخل المجتمع المغربي، وبالتالي هذا مكتسب للشارع، لان اليوم مكتسب اللي ممكن اننا نحقوا ونعترف ونعترفوا به هو المكتسب اللي يقدر يحقه الشعب المغربي ماشي الانظمة السياسية. وبالتالي ولكن أن يطرح هذا السؤال بعد مضي 7 أشهر، واش فرقاء المكونون لحركة 20 فبراير ألا يأخذون هذا السؤال على أساس أنه كدعوة لإعادة النظر في سقف المطالب ديالهم اللي هو كان بالشكل اللي بغيتو نتوما طرحتوه والحصيلة الآن اللي هي ما كايناش؟ حنا عمر في حركة 20 فبراير كنا كنديروا ردود الأفعال نهائيا، من اليوم اللي بدات فيه الحركة وحنا اللي كنخلقوا الأفعال، بالتالي هي اللي دارت ردة الفعل دابا، ويمكن الصحافة دير أي ردة فعل، وحنا غاديين في المسيرة ورسمية الاستراتيجية ديالنا، وبالتالي حنا ما غنبقاوش نجاوبوا على أي واحد عطى شي معطى ولا أي واحد عطى شي تعليق، خصنا بالضروري نجاوبوا. ولكن إذاعة الجزيرة ثقل كبير في الحق الإعلامي. ماشي بالضروري، حنا اليوم كنراهنوا على الإعلام اللي غادي يخلقوا الشعب، واللي بدا كيخلق فيه عن طريق الفيسبوك وعن طريق الوسائل الإعلامية اللي هي نقية وكتعامل مع الناس بكل مصداقية وكتعامل مع الخبر بكل مصداقية، وبالتالي أي واحد اللي دار تعليق ماشي بالضروري حنا خصنا نجاوبوا عليه، وإلا غنبقاو غير في الفعل الفعل وفي الرد ديال الحركة الآن والشعب على بوابة انتخابات تشريعية دستورية جديدة، ماذا أعدت حركة 20 فبراير فرقاء ومكونون وشعب للمهزلة القادمة انتخابات تشريعية؟ النص اليوم غينتخب فبراير تحارب الفساد الانتخابي وتحارب العملية الانتخابية اليوم اللي هي مؤسسة ماشي على إرادة الشعب ماشي على سلطة الشعب، خصوصا وأنها رفضت الدستور اللي هو عطى واجهة ديال الديمقراطية وشكل فقط على المستوى ديال الواجهة، وبالتالي ما عطاش المضمون والجوهر ديال الديمقراطية. بينما حركة 20 فبراير باقا ما خداتش موقف سياسي ديالها، يعني باقي ما عندهاش القرار داخلها، ولكن أي عملية انتخابية، أي فساد انتخابي، أي أشكال ديال الرشوة، أي أشكال في النيل من المصداقية ديال الشعب ومن الطعن في السلطة ديال الشعب وفي الإرادة ديال الشعب، فحنا كنرفضوها تماما. إلى أي سؤال أخير ليس إلا لطمأنة جمهور وأعضاء حركة 20 فبراير؟ السؤال اللي بغيت نطرح عليك دابا هو فيما يخص إلى أي حد ستذهب الحركة مع عناد هذا النظام وهذا النظام؟ الحركة مازال مستمرة حتى وحنا قلنا أن انتهائنا هو تحقيق جميع المطالب بدون استثناء مولا الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية، وأي تنازل على هذا المطلب هو تنازل على مطالب ديال الشعب، وبالتالي الشعب خصو يبقى يخرج وخصو يبقى يضغط حتى تسير هذوك المطالب، وماشي بالضروري الآلي ديال